والحج فيه قراءة، يبقى القراءة تصل إلى الميت. أكثر من هذا ده شغل بقى إيه، واحد مصمم على حاجة، ها واحد مصمم إن القراءة لا تصل، يعني ده دليل أهو ودليل واضح، حج فيه قراءة، القراءة الحج بيصل يبقى القراءة بتصل، حاجة كده سهلة خالص كده يفهمها كل ذاهب وآتي. وبعدين بقى بننتقل إلى لا، بس أنا مزاجي غير كده، عايز أفهم الشريعة بطريقة تانية غير كده، ماشي افهم الشريعة بطريقة تانية غير كده، بس ما تنكرش وخلي المسألة فيها قولين، قولك وقول اللي بيقول كده. فلما تلاقي واحد بيقرأ قرآن عشان يوهب ثوابه للميت ما تنكرش عليه، لأن الدين بيقولك إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فخليها من باب المختلف فيه، واعمل انت في ذات نفسك انك ما تقراش للاموات بتوعك، وسيبني يا اخي انا اقرا للاموات بتوعي، لا لازم اخليك تمشي زيي. طب ليه؟ ما انا معايا دليل. لا ده مش دليل، لا دليل، لا مش دليل، لا دليل، مش دليل، لا ده، وهكذا. حاجة تضحك منها الثكلة وتسقط منها الحبلة ويشيب منها الأقرع، وهنفضل كده بالطريقة السخيفة دي، كل ما نأتي بدليل يطلع انه مش دليل، وكل ما نفهم دليل يطلع ان فهمنا سقيم، وبعدين نعترض على أكابر الأمة وعلى الأئمة وعلى نقلة الدين، وبعدين نهتم بالفرقة أكثر مما نهتم بالوحدة، وقلوبنا من جوه مش مطوعان. يقول لك يا عم ده سيبك منه، ده بيقول لك القرآن يصل للميت. أمال إيه اللي يصل للميت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ويعمل لي كده بيحنشص كده أهو. قلت له طب ما هو أخرج البيهقي وابن ماجه أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سبعة، إيه رأيك؟ سبعة؟ سبعة إزاي؟ ثلاث، ثلاث ده في البخاري ومسلم، لكن دي في البيهقي وابن ماجه. قال لا، هو فين البيهقي وابن ماجه من البخاري ومسلم؟ طب مش ده رسول الله وده رسول الله؟ طب الحديث ضعيف بتاع سبعه؟ طب يا اخي ابحث وانا ابحث، ابحث وانا ابحث، احنا لسه هنبحث، لسه هنبحث، يهد حيلك. وماله؟ ما احنا بنقول بنرد عليه مش عليك انت، ده احنا بنرد على اللي هو الامام ده، ما انا امام الائمه، فاحنا بنهزق دلوقتي الامام ده اللي طالع يشغل الناس بدل ما يامرهم بتخليه قلوبهم من القبيح وبملئها بالصحيح وبذكر الله وبتعلم العلم، شغلنا بالمساله دي، المسألة دي كل ثواب يصل إلى الميت. طب ما حلو، لأنه قال غرس الشجر وحفر البير وحفر النهر والمصحف وكتابته موجود في الحديث كده، يعني كل ثواب، يبقى مش على الحصر بقى. طب أمال إيه بقى اللي بيوصل؟ الدعاء. ما أنا لما بغرس شجرة وأطلع صدقة منه وبعدين أقول يا رب تقبل، أهو يا رب دي هي اللي بتوصل لما تكون خالصة لله. بيقول ان بعض الناس بيقول الله واكبر، لا تنعقد الصلاة ولا يجوز ذلك، انما هي الله اكبر، فما نشبعش الضمة بتاعة الهاء لغاية ما تنقلب الى واو، لان نخطفها كده على طول، الله اكبر، ما نقولش الله اكبر، لان لو مديتها هتتقلب الى واو. هل تصح إقامة الجاهل مقام العالم؟ لا، لا يصح. هل الصلاة والصوم والصدقة يصل ثوابها إلى الميت؟ نعم. ما هو حكم الشرع في قراءة القرآن للأموات؟ يبدو أنها كانت حدوتة، حدوتة. وفي حاجة حصلت، واحد قال لي لازم اقصر البنطلون عشان يبقى زي بنطلون فؤاد المهندس كده بتاع كده، ده سوب شهره، ده بقى ده سوب شهره. طيب
دلوقتي سبع حاجات بيقول لي ما تسيبش الخطبه تاني. طب حاضر. بس كنت مسافر. تبنا الى الله. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ نعم؟ بتوحشنا. لا بس مكتوب غير كده. ده في واحد بيشتمني. واحد بيقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل؟ ما هو لازم اظهر حق انا بعد ال هنحقق بعد البتاع. ايه اللي حصل؟ واحد بيقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. انت بتسيب الخطبه ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. زي واحد حب شيخ راح قتله عشان يفضل معاه. ايه اللي حصل؟ في حصل حاجه لابد. مين زعلكم؟ طيب انا ما اعرفش ايه اللي خطب الجمعه اللي فاتت. هل توجد اباء للنسيان؟ اذكر الله واقرأ سبح اسم ربك الأعلى وصفوها للنسيان. هل يوجد درس يوم الاثنين بالمضيافة؟ لا. الاثنين الجاي ده لا، اللي بعديه اه. طيب هل حرام الصلاة في مسجد دي مقبرة؟ لا، عشان قبر سيدنا رسول الله في المسجد ومش حرام ولا حاجة. ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ قيل انهم بمعنى واحد. ما حكم المسابقات التلفزيونية؟ حرام. قاعدة أصولية تقول إذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال؟ طبعا، لأنه يحتمل أه ويحتمل لا. هل صلاة الجمعة تغني عن صلاة الظهر للنساء؟ أيوة طبعا، وللصبيان وللمسافر. هل التأجير التمويلي إيجارة صحيحة؟ دي عايزة بحث، عايزة كلام يعني كتير. والرابع بيقول هل في زكاة على السيارة التاكسي؟ لأ. طيب واحد بعت لي جواب كبير مش هقدر أقراه دلوقتي. واحد بيقول إن رزقه ضعيف فماذا يفعل؟ ادعو الله دائما ان يفتح الله عليه. وده دعاء. واحد بيقول ما رأيكم في دخول النصارى المساجد؟ خليهم يدخلوا بيسلموا بيسلموا. ودخل النصارى المساجد على عهد رسول الله. ابويا بيشتغل بالدخان فهل حرام ولا حلال؟ قول له لا يا يابا حرام، ويخليه يسيب الدخان. دفتر التوفير شأنه شأن البنك. هل يجوز العمل كمحامي؟ يجوز. ابويا بيقول لي ما تبرش امك. لا، برها وما تطوعش ابوك. طيب واحد بيسأل عن البقشيش، يبيع سيارات فواحد بيديله البقشيش كده، خد البقشيش ما فيش فيه حاجة. وفي أشياء كثيرة أجيب عنها قبل كده. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارنا الحق حقا واهدنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه، واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، وأتنا الحسنى وزيادة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.